متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازي سيتي. اليوم غادي نناقشوا موضوع تاع الهرويين باقليم مدينه. هذه المنطقه هذه ما قدرتش تخرج من عباءه الماضي منذ عقود طويله، يعني في كل انتخابات او بعد انتخابات يستبشر السكان تاع المنطقه خيرا وتقولوا بانها حال الوقت باننا باش نرفعوا من وتيره التنميه بهذه المنطقه، ولكن نفس الظروف ونفس المشاكل ما زال تعانيها مجموعه من سكان الهرويين التابعه لاقليم مدينه. علاش المنتخبين تاعد المدينه تاعد المنطقه عفوا ما تيضغطوش اكثر من اجل استثمارات لهذه المنطقه هذه، وعلاش هذه المنطقه هذه ما قدرتش تخلص من المشاكل ديالها اللي تتراكم منذ سنوات وسنوات طويله؟ من اجل مناقشه هذه القضيه دي نستضيف السي سعيد عتيق، عضو مجلس جماعه الهرويين باقليم مدينه. سي سعيد عتيق، علاش جماعه الهرويين باقليم مدينه ما قدرتش تخرج من عباءه الماضي والمشاكل اللي تجرها منذ سنوات ومنذ عقود طويله؟ بالنسبه لهاد المشكل العويص اللي كتعيشوا المنطقه ديال الهرويين، ما هي الا جزء من عده مناطق في المغرب تقريبا. هذا هو الصوره الشبه المطلقه على عده جماعات هامشيه، ولكن بالنسبه لجماعه الهرويين ان اقول بان الاوضاع اللي لا زالت تعيشها المنطقه لعقود، كاين مسؤولية الدولة حاضرة هنا، مسؤولية الدولة حاضرة. يكون مهما كان فاحنا عندنا دولة. عندما أقول دولة أعود وكنرجع المسألة ديال الانتخابات، الانتخابات كتهضر عليها الدولة، ولكن الانتخابات لا زالت ما كدوش في واحد الصورة اللي هي معقولة شفافة كما كنتغنوا بها جميعا. وكان حتى واحد ما شك في الانتخابات اللي كاينه في جماعه الهرويين، يعني الانتخابات دازت الان كاين واحد المكسب يسير جماعه الهرويين، واش هذا المكسب اللي كاين ولا هذا المجلس اللي كاين يعني هو تيتحمل جزء من المسؤوليه تاع المشاكل اللي طبعا المجلس كيتحمل جزء، ولكن المجلس افرزته صناديق الاقتراع، وهنا وجات المناسبه لكي اصرح بها ان الساكنه تتحمل جزء مهم من مما نعيشه الساكنه، لان هي التي اختارت. الساكنه هي التي اختارت. الا بغينا نحدوا واحد ثلاثه الاسباب الرئيسيه للاوضاع اللي تتعيشها جماعه الهرويين، فين نلخصوا ثلاثه الاسباب الرئيسيه مثلا؟ يعني الا طلبتي مني ثلاثه اسباب رئيسيه انا الخصها في سبب واحد، وهو عدم وجود اراده حقيقيه، إرادة من طرف الساكنة التي تفرز لنا المكاتب المسيرة، من طرف السلطات اللي كتسهر على تدبير تهيئة شؤون المنطقة. وكنرجع هنا كنرجع للدولة بشخص وزارة الداخلية. لماذا؟ لأن المكتب اللي كيكون كيسير الجماعة راه كتكون على العاتق ديالو واحد النقاط اللي بصالح المنطقة، بمعنى كاين برنامج. انا لحد برنامج عمل، انا لحد الساعه في جماعه الهرويين لم نرى برنامج لستة اشهر هذه، ولا زلنا نتخبط. هو الميثاق الجماعي تيعطيو معاه مع عاد يخرجوا البرنامج العمل ديالهم، يعني باقى المساله باقى القانون يسمح لهم الى نهايه العام عاد يكون برنامج عمل. كنتمنوا احنا ماشي عدميين، كنتمنوا ولو انه ليست هناك اشاره ولو ولكن واش تشوف ان الجماعه تاع الهرويين قادره بوحدها باش تحل المشاكل تاع المنطقه؟ لا ما يمكنش. ولا خاص مجموعه من الشركاء الاخرين؟ خاص مجموعه، خاص البرلمانيين يدخلوا، البرلمانيين تاع المنطقه خاصهم يدخلوا، خاص الدوله. دائما كنقول الدوله يعني وزاره الصحه، وزاره يعني الجميع، خاص التعليم كما قال الاخ عبد الرحيم انتاج، خاص الاستثمار، لان الاستثمار هو اللي واحد القاطره مهمه في العمليه ديال التنميه ديال المنطقة. هنا كنرجع فيما يخص لماذا المنطقة لا زالت في هذه الوضعية هذه، كاين غياب برنامج. وأنا البرنامج اللي كنا طارحينه الإخوان ديالنا حنا في الحزب أو يعني ليست سهلة، ولكن أضعف الإيمان كاين برنامج. برنامج بالنسبة لمدينة العمران اللي استقطبت المناطق ديال الحي المحمدي، أن خص دائما كنرجع للنقطة ديال العمران، مؤسسة العمران أنها تلتزم بما تضمنه كناش تحملات. هذه بالنسبة
الهراوين اللي كنقولوا حنا قديمين اللي فيها الدواوير الى اخره، حنا كنطالبوا انها وزاره الداخليه انها تدخل بشكل صارم واني باش هذيك المنطقه كلها. انا لا اطالب باعاده هيكلتها، وانما كنطالب بان هذوك الناس هذوك المناطق كلها ان اعاده ايوائهم في شكل يليق بالكرامه الادميه. لان المنطقه تما استاذ الكريم، يعني عشت في الكريان 50 سنه في حي المحمدي، ولم ارى قط، لم اتصور قط ان رعدنا في المغرب غتكون واحد المنطقه بهذاك الشكل. يعني الوضعيه اللي كنتي في الكريان تاع الحي المحمدي يعني احسن من الوضعيه اللي في هاد الناس افضل بكثير. افضل بكثير. كاين هضرتي على البرلماني، اسمع لي قطعتي، هضرتي على البرلماني، البعض يلوم على بعض البرلمانيين الحاليين او السابقين في اقليم ميديونا عموما انه ما قدروش يترافعوا على هذه المنطقه بشكل جيد في البرلمان، ويجلبوا هذا الشيء ديال الاستثمارات، يجلبوا مرافق اجتماعيه، مرافق اقتصاديه، مرافق رياضيه لهذه المنطقه هذه. واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ انا غنجاوبك بطريقتي، انا لست عدمي، ولكن الناس البرلمانيين كيشوفوا في واحد المنطقة أنها خزان الأصوات. نعم مزيان باغي تبقى في البرلمان ما كاين حتى مشكل، ولكن كما قلت السيد الكريم جيب استثمارات، رقي المنطقة. إلا كنتي كتستغني وأنا في واحد الوضعية هشة، راه غدا غنفوطي عليك إلا رقيتي لي بالمنطقة منطقة إلى آخره. ولكن حنا بالمناسبة كان جا رئيس الحكومة. شكون هو؟ السي عز خنوش. قبل الحملة الانتخابية بشهور إلى آخره، وجا لهاد المنطقة هذه وداز في الواد الحار تما الى اخره، يعني عارف الوضعيه. انا اوجه النداء من هذا المنبر، السيد رئيس الحكومه المحترم، جيتي لديك المنطقه ديال الهراوين وشتي الهشاشه والاقصاء، يعني والكرامه تاع الانسان المواطن المغربي انها تمرغ في الوحل، فارجوك عاود طلع عليهم، شوفهم واش باقين اولا تحسنت الوضعيه تاعهم. يعني مسؤوليه انا، ها هو رئيس حكومه، رئيس حكومه راه هو النمبر 1 تقريبا. اذا ما بقى عندي ما نقول انا مع البرلماني ولا رئيس الجماعه الى اخره. ولكن مسؤوليه البرلماني وانه تو خصو يضغط شويه، خاص المنتخبين يضغطوا شويه. كنتمناو احنا حاليا كمجلس ديال الهراوين، ولو كاين بعض المشاكل وهي مشاكل عاديه كما كاينه في العالم كله، ولو حنا كاين شي خصوصيات، كنتمناو من الله تعالى اننا غنرفعوا مذكره فيها هاد المطالب هادو، هاد المطالب للمنطقه، لان المنطقه تم هي كتبان بحال البعبع يعني. لا انا كنرجع وكنذكر بان منطقه العمران اللي استقبلت ولاد المنطقه ما كتطلبش شي حاجه مستحيله، اعاده اصلاح داك الشيء اللي ما تصوبش وفق دفتر التحملات ديال نحطوا دفتر التحملات ونشوفوا داك الشيء اللي تطبق ولا ما تطبقش. كنمشيو للمنطقه اللي كنهضروا عليها هنا، انا اطالب بان هذيك المنطقه خصها الفو غازي ولكن تعطيو الناس الحقوق ديالهم، انهم الاستفاده ديالهم استفاده بشكل منطقي وبشكل يعني معقول، وتكون الاستفاده. هذا الراي اللي تيقول خص يكون الاستفاده في نفس المكان اللي فيهم الناس دابا. يعني انا ما غنقولش بحالك، وانما في اطار تشاركيه. اذا كانت هذيك المنطقه اجدر بهم وغتكفيهم، واكيد غتكفيهم الى خيره، لما لا؟ وهنا ارجع السيد الكريم، هذه ثلاث سنوات واربع سنوات الفكره كنت قلت للاخوان هنا في الجريده نيت، انه يحز في نفسي كود كريان سونترال تحولت من البراكه جيت الهراويين، في حين ولاد الهراويين اصليين، يعني من العيب والعار اني نطلع عليه من الشرجم وهو باقي الطواليط ما عندوش، عايش في هذه الوضعيه. يعني هذا نداء لجميع المتدخلين، جماعه، برلمانيين، وزاره الداخليه، عماله، مجلس الاقليمي، مجلس المدينه ان كانت شي طريقه، مؤسسه التعاون بين الجماعات، ورئيس الحكومه اللي جا وطلع على الناس، كناشدوا انه يدير التفاته ليس انسانيه، التفاته من باب الواجب، من باب الواجب ديالو، ان هذوك الناس راك جيتي عندهم وطليتي عليهم في عملية انتخابية، راك وليتي تا هو نمبر 1 في المغرب. واش تتفق مع الرأي اللي تيقول بأن الوضعية اللي تعيشها الهراويين في الإقليم ميديونة هي نموذج اللي ما تعيشه مجموعة من المناطق المحيطية لمدينة الدار البيضاء، وإن كانت الهراويين في ميديونة يعني أكثر فضاعة وأكثر بؤسا.
هو إن كان المثل كيقول أو ليس في القنافذ أم لا سولا، أنا كنقول ليس بعد الكفر ذنب. أنا يكفي أن الإنسان كيعيش في براكة، يكفي أن المواطن المغربي لحد الساعة الناس كتفكر حاليا أنها كتريزيرفي كتطلع القمر كتدوز الويكاند في القمر، في حين حنا باقي المواطن المغربي ما عندوش بولة، باقي المواطن المغربي الناس تما حاليا كيشربوا من الماء ما عندهمش الروبيني، ما عندهمش. كاين شي ناس عندهم عوينات، كاين الابار، كاين السيتيرنا كما كنقول السيتيرنا، كاين اللي كيبقى يومين ثلاث ايام بلا ماء، خصو يتصل بالاخوان المكلفين بالجماعه، كيكون شي مشكل، كتكون شي عراقيل، شي اكراس لحد هذه اللحظه اللي انا معكم فيها، الناس ما عندهاش الماء اللي كتشرب. كاين واش تتفق مع الراي اللي تيقول بان الهروين اللي تابع الاقليم ديونا ظلمها التقسيم الترابي، كانت هي تكون يعني يتم ادماجها في اطار الدار البيضاء وتكون هي تنتمي لمقاطعه تيدي عسما، ولا هذا غادي تزيد غير الطين بلا، ولا كيفاش تشوف؟ راه الاخوان تما في المنطقه الاخرى كيعاني، راه لحد الساعه كاينين راه الدوله يلاه كترحل الناس من قلب العاصمه تاع الدار البيضاء، يعني هذه كتبقى يعني شماعه كيبغيو. انا سيدي واش كاين تجمع سكني، وهذه المساله هذه راه تكلف اولى يعني نادى بها المرحوم الحسن الثاني في السبعينات ولا في الثمانينات بانه خصنا نحيدوا الكريانات، وحنا لحد الساعه قرابه قرن والمسؤولين في سبات عميق. انا كنطلب من المسؤولين يخرجوا. كاين واحد المجهود تحيد الكريانات، كاين مجهود تبدل. السيد الكريم انا لست عدميا، ولكن في نفس الان انا لا ارى نصف الكاس الممتلئه. تشوف خاويه؟ انا كنشوف خاويه، وهذا ماشي جحود، وانما كنطلب المزيد، لا سيما وكاينين جميع الامكانات باش نزيدو نعمرو داك الكاس، لماذا؟ ماشي نديرو ونربع يدي، لا كاين جميع الامكانات باش المغاربه اولا نهضر على المنطقه اللي حنا كنتواجدوا فيها، كاين جميع الامكانات باش هذوك المناطق كلها تاخذ سكن وفي واحد الفضاء يليق بكرامتهم، وهذا حق ما نبقاوش نقولوا دستوري قانوني، هذا حق انساني. بالنسبه لك انت اشنو اهم الاشياء اللي خصها تدار حاليا في هذه المنطقه هذه؟ انا كنعاود الملحه وهي منطقه العمران اللي استقبلت ولاد كريان، ان مؤسسه العمران، وهذا الشيء ربما راه غيكون الا ما كانش كنتمنى كنادي به، ان مؤسسه العمران انها تكلف بما يمكن اصلاحه. مثلا الشوارع، الاناره، المرافق الضروريه، خاصها تكون مثلا مستشفى يليق بحجم الكثافه السكانيه تاع المنطقه. الناس اللي تماكن المستشفى فين تيمشيو مثلا؟ غريب هذا الامر، هذا الناس كيمشي للديسبونسير تما كيكتبوا ليه ورقه خصو يطلع لجيت السبيت الى اخره، السبيت كيصيفطوا لسيدي عثمان، سيدي عثمان كيصيفطوا لشي يعني عنده واحد الرحله دوامه. هذا نقطه اخرى، تواصلوا معنا اخوان من كيتخلصوا الناس لي روتريت تاعهم، التقاعد من البوسطه، لابوست جابونا ورقه ديال الاسامي ديال الناس اللي تحولوا من الكاريان ومبقاوش كيتخلصوا، علاش؟ لان ما عندهمش عنوان، ما عندناش ان بوست، واحد لابوست باش الناس انه توصلوا بالوثائق تاعهم. يعني عندنا البوليس اولا الامن بصفه عامه، انا كنقول الامن اللي كاين تما ذاك المركز ديال الدرك الملكي راه كان قبل ما تجي ديك المدينه، ولات مدينه من غير البساتين والسعاده وكاينه مناطق اخرى تبنات، راه ما كانوش كافين حتى المنطقه اللي كانت افون، ما بالك انها فاقوا لقاو شبه دوله اورام. كناديو انها المسؤولين الحكوميين انهم يسرعوا باحداث وحده امنيه تليق بالكثافه السكانيه وتليق بالمساحه الجغرافيه الممتده، لان الناس كتكرفس في البطائق الوطنيه
والشواهد خاصو يمشي للسبيت، والسبيت خاصو يروح لماكوكيا. النقطه الاخرى وهو وسائل النقل. المنطقه لا زالت ما نقولوش معزوله وما نقولش شبه معزوله، ولكن كاين خصاص كبير بالنسبه للنقل. النقل الناس تكربسات في النقل، الناس يتحولوا يعني هذه المساله طرقنا لها مرارا وتكرارا. الناس نساء فضلنا العطاله على انهم بقاو يخدموا. علاش؟ لانه خاصه واحد دولين ولا طروالين باش يوصل لعين سبع البرنوسي الى اخره. الى جا يخسر هذيك هي يعني بركو. كاين دابا الحافله، وكنعاود نشكر الاخ عبد الرحيم انتاج اللي هو عضو في لجنه النقل على مستوى مؤسسه التعاون بين الجامعات البيضاء. هذه فلوسيس في هذا المو هذا دخل واحد الخط، وعاود ثاني كثيرا ما تكلم مع الناس باش يعزوا المنطقه بشبكه ديال المواصلات على مستوى الحافلات، باش يتم ربط المنطقه ديال الهراوين بالمحيط ديال الدار البيضاء، الحي المحمدي، عين السباع، البرنوسي، والربط ثاني ما بين الجماعات. وهنا كنذكر بان مؤسسه التعاون بين الجماعات ممثل فيها الاخ عبد الرحيم انتاج اللي صوت عليه المجلس، وكذلك السيد الرئيس، رئيس الجماعه. ولكن للاسف الشديد ان السيد الرئيس هذه ستة أشهر حضر مرة واحدة في المؤسسة على مستوى الولاية، في حين اللي لقينا كيدافع ومآزر الأخ عبد الرحيم، وأنا كنشكرهم، أنا لا أرمي الورد على أحدا، أنا لقيت الأخ حسيني رئيس الجماعة ديال عين السبع، والأخ يوسف الرخيص ديال الحي المحمدي، وبريجا السي أحمد بريجا، والأخ الصوتي عبد الرحيم. لقيت هاد الناس كيدافعوا، ولو أنهم قال لك احنا راك كنت ولادنا وكنت خوتنا كندافع، في حين لماذا؟ وهنا كربط لك مؤسسه التعاون لان فيها مشاريع كثيره من كتقدر انها تعاون المنطقه في النمل، لا سيما على مستوى التدبير ديال لاليديك والنقر والتطهير الى اخره، وكاينه ميزانيه ضخمه بالملايير تاع الدراهم، وانتم اكيد انكم على عين بهذه المسائل هذه. اذا خصنا في مؤسسه التعاون بين الجماعات خص الرئيس ينزل وينزل بالثقل ديالو وبملفات وبمطالب. لماذا؟ لان كاينه ضرائب كتستخلص مثلا لاليديك وفيك ماشي ما يعني مؤسسه التعاون والجامعات خص يعني الثقل ديال المسؤول ديال المنتخبين خصو ينزل في هذه المؤسسه تاع التعاون والجامعات باش تتم انجاز مجموعه من المشاريع اللي تاخذ حقها. تاخذ حقها فوالا، تاخذ حقها الهراوي. تماما سي سعيد، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسيتي.